تقول إحداهن معزية: انتظرتك سنوات وجئتني بتابوت بعدما أخذوك وحكموا عليك بالموت، والصبايا مثلي تنتظر على أبواب البيوت. هي كلمات قيلت في مقبرة القرداح بريف اللاذقية، نقلتها شبكة إعلام اللاذقية عن فتاة أثناء وداع خطيبها الذي قتل في المعارك ضد الشعب السوري لحماية كرسي بشار الأسد. وفيما بلغ عدد الذين علم أهالي القرداح بمقتلهم خلال الأيام الماضية منذ بداية العام 84 قتيلا، منهم 18 ضابطا بينهم عميدان. تبدو طرطوس المحافظة الأكثر حطبا لكرسي رئيس الشمالية أو ما يقصد به محليا بعلوية محافظة اللاذقية. تقول شبكة إعلام اللاذقية بحسب مصدر داخل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس: إن نسبة النساء العاملات في الدوائر الحكومية ارتفعت في السنوات الماضية ليبلغ أكثر من ضعفي عدد الرجال، أما معظم الذكور العاملين فهم من كبار السن أو الشبيحة المصابين بإعاقات جسدية. فيما يعلل المصدر داخل الشؤون الاجتماعية هذه الأرقام لمقتل أكثر من 30% من شباب المحافظة خلال السنوات الست الماضية، وهجرة نسبة مماثلة خارج البلاد هربا من التجنيد الإجباري والقتال في حرب أزهقت أبناء المحافظة لبقاء بشار الأسد على كرسيه وفقا للمصدر. الشبكة الناشطة بشكل سري في اللاذقية وطرطوس تضيف أن 35 قتيلا سلمت قوات النظام جثثهم لذويهم في محافظة طرطوس أواخر شهر كانون الثاني من هذا العام، منهم 15 ضابطا بينهم عميدان وعقيد ومقدم. وفيما يستخدم النظام سياسة التدرج في تسليم القتلى لذويهم خشية ردود فعل جماعية، تقول إحصائيات رسمية إن عدد القتلى من ضباط وشبيحة في محافظة طرطوس تجاوز 9,000 قتيل فضلا عن 2,000 مفقود، أما المعاقون من شبيحة النظام الذين تجاوزوا 6,000 فهم الجهة التي عرفت عائلة الأسد على حقيقتها، خصوصا أنهم تركوا دون عناية بعد الاستغناء عن خدماتهم نتيجة إصابتهم، بل تحويلهم وذويهم لمتسولين على أعتاب دوائر النظام للظفر ببضع مئات الليرات أو بساعة حائط في أحوال أخرى.